بغينا نحييو مره ثانيه هذا الرالي ديال السيارات العتيقه هنايا في طنجه اللي هي كانت معروفه به، وان شاء الحمد لله مشاركين معنا 41 سياره من 10 دول، من 10 ديال الدول، منهم امريكا، منهم امريكا اللاتينيه، منهم المانيا، فرنسا، بولونيا، بلجيكا والاسبان. دونك الرالي ديالنا ان شاء الله عنده الانطلاقه اليوم من مدينه طنجه، غنمشيو في اتجاه شاون، فاس، السعيديه، ناظور، الحسيمه، تطوان، وغنرجعوا لطنجه. ان شاء الله غيكون في اسبوع. والهدف ديال هذا الرالي هذا هو نبينو جماليه ديال المغرب، كنكتشفوا بزاف ديال الاماكن اللي ما عمرنا ما شفناها كمغاربه، بالخصوص حيت كندوزو من واحد الطرق ثانويه، وكنحاولوا نجلبوا معنا اجانب باش يشوفوا المغرب ديالنا وداكشي هذاك. وعندنا سيارات اللي غتكون مشاركه ان شاء الله ديال 1939 1942 الى غايه 1990. العام الجاي ان شاء الله غننظموا في المسيره الخضراء بمناسبه المسيره الخضراء الذكرى الخمسين ان شاء الله، والغالي كلاسيك درالي كلاسيك موروكو كلاسيك اللي الانطلاقه ديالو غتكون من طنجه الى الداخله، بواحد 50 سياره ان شاء الله. مشارك في هذا الموروكو كلاسيك اللي كيعمل واحد العدد ديال 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 الامور الثقافيه، منها هذا السباق الكلاسيكي ديال الرالي ميديتيرانيا. غادي نديروا ان شاء الله طنجه، الشاول، فاس، السعيديه، ونجيو على لا ميديتيراني. حنا كنهواو هاد السيارات هادو لانه المغرب كيتعتبر من الدول اللي عندها واحد الاسطول مهم اللي كيشهد على التاريخ، وكنسافروا عبر الزمان بهاد السياره هادي اللي كتمكننا باش نعطيو واحد نظرة على البلاد ديالنا وعلى التاريخ ديالنا. والحمد لله دابا حنا كنتواجدوا مع العدد ديال الناس من شتى دول العالم، والمراد ديالنا هو ولينا كنعيشوا هذيك الوضعيه ديال اللي كانت ديال الصربه والفارس بطريقه اخرى اللي كتمكننا باش نتواصلوا مع العالم باسره. شكرا. مشاركة لأول مرة في هذه السيارات العتيقة، في حقيقة سنين هذه وأنا كيعجبوني هذا سميتو، هذا السيركوي غيكون مهم، فيه واحد اون سومان دو سيركوي، زعما غادي نديروا واحد المسافة زوينة مع الأصدقاء ديالنا في هذه السيارات العتيقة. الحمد لله التاريخ كيشهد على هذا الشيء، كاين ما يدار في المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال السيارات العتيقه،
جميلة الحمد لله. كان نعتزو بهذا وكنشكروا المسؤولين على هذا السباق. عجبتني التظاهرة أن طنجة كتهتم بالسيارات قديمة بحال هكذا. فرحت بزاف صراحة، جيت مع العائلة ديالي وعجبوني الأجواء، التنظيم كان في المستوى، كل شيء كان هو هذاك تبارك الله عليهم. كنشجع بحال هاد التظاهرات أنهم يكونوا في باقي المدن المغربية، كتشجع على السياحة، كتشجع على أننا نعرفوا شي حاجات كانوا أنتيكا، شي حاجات قدامين صراحة. كل شيء كان في مستوى.